السلام عليكم ابطال، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في قناه تامر بابيتو. كما شفتوا العنوان، شفتوا المينياتور. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا الخوت، ما تنساوش تشجعونا باللايك، واللي ما ابونيش ابوني معنا ويفعل الجرس باش تكبر القناه ديالكم الخوت معكم. الى تبارطاجيو، الناس اللي كيحبونا اللي كيحبوا بابيتو ما عليهم الا يبارطاجيو باش تكبر القناه، لان القناه ما بغاتش تكبر. معايا الناس الله يعمر عسلها كيدعيو معنا، وحتى انا كندعيو معكم، والتعليقات ديالهم زوينين بزاف، يعني كيحفزونا. واخا كنفشلوا كيحفزونا، ولكن كدير واحد الغلط ما كتبارطاجيوش وما كديروش لي جيم بزاف، يعني لايك، ديروا لايكات بزاف باش يعني اليوتيوب كيطلع الفيديو ديالك باش يشوفوه الناس بزاف. فاش كيكونوا لايكات بزاف وفاش كتبارطاجيو مع صحابكم وفيسبوك وداكشي، المهم في التواصل الاجتماعي، راه وسائل التواصل الاجتماعي راه القناه ديالكم كتكبر. شحال ما كبرت القناه ديالكم، شحال ما كان شي حاجه احسن، يعني كنتشجعوا باش نجيبوا احسن. المهم باش ما نطولش عليكم الخوت، اليوم جبت لكم واحد الفيديو اللي راه عجبكم بزاف، ولكن خصكم تتبعوه حتى الاخر لانه ممتع وخطوي شويه، ولكن ممتع بزاف والله الا ممتع الخوت. بدايه ديال بدراري حتى النهايه، من بدايه حتى النهايه ان شاء الله. باقي راه هو باقي عنده الكومبات وداكشي، ولكن من البدايه ديالو حتى الوقت الحالي، يعني كيفاش كان صغير وكيفاش بدا في البطولات ديالو وكيفاش ربح وكيفاش. المهم فيديو غتشوفوا ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله يعجب لكم بزاف. والناس ما كي الناس اللي يعني كينقدوني، من احسن شي نقد يكون بناء الخوت، بلا ما تزبلوا فيا ولا انا ما درت لكم والو. فيديو عجبك هو هذاك، ما عجبكش هو هذاك. انا ما عجبت، انا كنهضر اللغه العربيه حيت انا كنهضر الدارجه، الا هضرت اللغه العربيه يعني اللغه العربيه ديالي شويه مهرسه حيت عايش في اوروبا داكشي. المهم ربي معنا، داكشي اللي غنقول لكم، وربي معكم حتى نتوما. والله يهديكم هذوك اللي كيزبلوا فيا، الله يهديكم، ما نزبل فيكم ما والو، الله يهديكم. ما نطولش عليكم، نخليكم على الفيديو ونتلاقاو في الاخر. في مدينة أمستردام بهولندا ولد الأسطورة بدر هاري، من أصول مغربية وجنسية هولندية وأب وأم مغربيين. وفي صغره كان ضعيفا جدا، ما جعل أصدقائه يتنمرون عليه. ثم وجه والده إلى لعبة الكيك بوكسين للدفاع عن نفسه، فبدأ مسيرته في التمرين على يد هذا المدرب الهولندي الذي اكتشفه. هذا أول نزال لبدر هاري في سن 16. بدر هاري بدأ من الصفر، لم يخلق أسطورة كما نرى في هذا الفيديو، كان ضعيفا جدا وليست لديه أي تجربة. نزال ثاني للأسطورة بدر هاري في سن 18. اليوم اصدقائي غنشوفوا حياه بدر هاري فوق الحلبه، غنسترجعوا معكم شي ذكريات ديال بدر هاري والخصوم ديالو. غنشوفوا اقوى خصوم بدر هاري اللي ربحهم بالضربه القاضيه واللي خسر معهم بالضربه القاضيه ومن بعد انتقم منهم، وغنشوفوا حتى الخصم الذي يحبه بدر هاري
اللي خسر معاه جوج مرات وباقي ما انتقمش منه، ولكن بدراري كيستعد لهذه اللحظة. نخليكم مع الفيديو الشيق، الفيديو غيعجب لكم بزاف الخوت، غتكتشفوا بزاف ديال الحاجات اللي غتعجبكم في بدراري، وبزاف ديال لقطات زوينة بزاف من حياة بدراري فوق الحلبة. نخليكم مع الفيديو. كريستيانو رونالدو كان أعز أصدقاء بدراري، حتى رئيس الشيشان كان بدراري يحرسه، كان حارسه الشخصي وكان يتمرن معه.
الخوت كنتمنى ان شاء الله يكون فيديو عجب لكم. وصلنا لنهايه فيديو، فيديو الصراحه ممتع تينا، راه تفرجتوا كما كتفرجتوا نتوما. جمعنا اللقطات كاملين باش نكون لكم هاد دانا بزاف ديال الوقت الصراحه وبزاف ديال الخدمه باش يعني نكونوا لكم هاد الفيديو هذا. كنتمنى ان شاء الله تبارطاجيوه ويوصل بزاف ديال الناس باش يعرفوا الاسطوره بدر هاري كيفاش بدا، باش نحفزوا الناس حتى هما يبداو من الزيرو، لان بنادم كيبدا من الزيرو كيوصل الفوق. اما بنادم اللي غيبقى في الزيرو يعني كيشوف غير في الزيرو ولا يشوف في الناس شنو كيديروا ولا كينقد الناس ما عمرو يوصل. خصك تبدا ديماري وداكشي. وباقي غندير فيديو على تحفيز الناس والنصائح المهمه باش بنادم يبدا من الزيرو يوصل الهدف ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.